قامت مديرية الصحة والسكان وبالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأضرار بفتح هذه القاعة اللي هي قاعة قصر بني وزل، وتعتبر هذه القاعة إضافة للخدمات الصحية وتقريبها من المواطن. أشكر بلدية أو المجلس الشعبي البلدي لبلدية بودا على إنجاز هذه القاعة التي من شأنها أن تضيف إضافة نوعية لقطاع الصحة على مستوى بلدية بودا. الإضافة اللي رايحة تزيد هذه قاعة العلاج اللي اليوم إن شاء الله رايح يكون العمل الفعلي نتاعها وتقديم الخدمات الصحية للمواطن بهذا القصر. هذه القاعة التي ربما أنشئت منذ 2010 وبقيت مغلوقة إلى يومنا هذا، والحمد لله بفضل جهود الخيرين في هذه البلدية من جمعيات فاعلة ومجتمع مدني وكذلك المجلس الشعبي البلدي استطعنا أن نفتح هذه القاعة إن شاء الله تعالى.